هي مبادره نستحسنها ونتمنوا انه تكون هكذا مبادرات منا في المستقبل ان شاء الله. ورانا اليوم رانا سعينا باش تكون ظروف مواتيه بالتنسيق مع الجمعيه ومع مديريه السياحه باش تكون ظروف مواتيه للدراجين باش يكتشفوا جمال بلديه وجانا، وكذلك في اطار الترويج للسياحه الجبليه هي مناسبه ايضا للتسويق بصوره جيده للبلديه وللمناظر السياحيه الموجوده بها. فرصه للمشاركين خاصه من مختلف ولايات الوطن من خارج جيجل للتعرف على المقومات الطبيعيه والسياحيه اللي تتوفر عليها جيجل بمختلف بلدياتها، مناطق جبليه ووديان يعني جميله جدا. اليوم راني سعيد جدا لاني جيت لهنا تجولت في هذه المنطقه هذه الرائعه جدا، كنا في اعالي وجانا تسلقنا الى الاعالي، الشيء الجميل ان جمال المنطقه خارق للعاده.